هذا هو السردي الحقيقي ديال بني مسكين السلاله ديال السردي هي هذه اللي مشهوره عالميا وهذا هو النوع السردي اللي كاين في المغرب في قبيله بني مسكين وكيتواجد في بني مسكين كيتواجد كي في سراغنا كيتواجد في الرحامنا كيشو في تادلا ما كيتواجدش غير عندنا حنايا حنا اصليين الكسابه ديال السردي وهذه هي الغنم اللي كدي من 2016 وهي كدير البطولة عالميا في المعرض الدولي هذه هي الغلم وهذه السنة تسلمنا من الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى وهذا العام إن شاء الله راني كنقول لكم خيرات ربي موجودة والحولي راه كاين الكافي عندنا هذا هو يأكل بسواد وينظر على السواد ويمشي على سواد هذا هو اللي باش معروف السردي ماشي السردي راه كاين ولا كان السردي الفري كيكون اللون اسود والوجه البياض ديال الوجه وكيكون ناسل من القدام ديالو هذا هو باش معروف السردي وهو السردي في مواصفات اللي هي خاصو يكون مكمول يكون العينين كحول وكيكون ما يكون شي حتى شي حاجه العيب والعيد الاضحى ولاو كيبغيو هذا الشيء هذا لانه هي سنه مؤكده وهنا الاثمنه كتروح من 5000 درهم وكتمشي للفوق كاين 7000 كاين 10000 كاين 12000 كاين 15 هادو كيتوجهوا للفحول ان شاء الله ولكن كاين بحالهم اللي هما شفتوهم في المجازات الاخرين كاين بحالهم اللي هما بحال 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 هادو اللي هما ناقصين في الثمن شويه كان 10000 كان ألاف كل كيشري على الاقدار ديالو كيجي نشري هنايا وانا كليان ماشي كليان ما بقيتش كليان انا وليت محسوم من الدار تقريبا من المعرض ديال ديال السطات اخر نسخه ديال السطات وانا مع الحاج <applause> آه ولا مخلط لي مع الدم من الحاج تنشري <applause> ديما من الناس علاش حيت عنده الزين وعنده المليح و وعندو عندو داكشي الملك الحمد لله. وشحال الأثمنة خمسة آلاف ستة آلاف سبعة آلاف آلاف ضروري تاخذ الصردي آه ضروري حيت حيت لح... هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كانش تيبيض بالكحل يمشي بالكحل ما ما تنشريش أنا انا شريت العام اللي فات والعام هذا العام جيت مع الصديق ديالي عبد الحق ان شاء الله وناوي ناخذ الحولي الثاني حيت انا عندي واحد الصديق اخر صاحبي هو خديت من عنده وهذا العام عاوتاني ضروري خصني ناخذ عند الاخوه الخالي هو المميز هنا عندهم الجوده في الكاليتي ديال الحولي لا في اللحم لا في لا في البياض لا في يعني كتاخذ الصاد الحر خليني منك داك الصردي ديال السوق ولا يعني كتاخذ الجوده والبياض وكتاخذ احسن ما كاين حيت هادشي كيبقى مهدد لله سبحانه وتعالى. وشنو مميز السردي؟ المميز السردي انه كيكون اللحم ديالو كيكون مزيان ماشي كيكون بحال الانواع الاخرى يعني كيكون اللحم فيه اللذه وفي وفي المميزه ديال السردي انه كيكون تبارك الله عنده العلو وعنده القدر وعنده وعنده عنده الكمويه ما كتكون في الكحل وعنده الكوره كتكون في الكحل وكيكونوا د... آه... الكرون مزوقين وشمس الصوفه ديالو كتكون رطبه